ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم عيش بلحمه بس بطريقه مختلفه، بعيش بيتي. العجينه بتاعته مكوناتها موجوده عندك في البيت، مش هتحتاجي بس تشتري غير اللحمه. يلا بينا نبدا الفيديو. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. دلوقتي انا عندي 8 كوبايات دقيق بيعادل كيلو دقيق، عندي المكونات: معلقة كبيرة ملح، 2 معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 معلقة كبيرة خميرة، وهنقلبهم مع الدقيق كويس. زي ما قلت لكم المقادير دي بتناسب كيلو دقيق. لو انتوا عايزين نص كيلو 4 كوبايات يعني، يبقى هتنصصوا الكميات اللي انا قلتها لكم، يعني نص كمية الخميرة نص كمية السكر وهكذا. انا عندي نص كيلو لحمة اخد كيلو دقيق، وهكون مجهزة الزيت حوالي 6 معالق، وهقلبهم مع دقيق كويس جدا عشان يختلط دقيق كله بالزيت. وهجهز مية دافية للعجن وهقلب. شكلها تحتاج مية تاني، وهضيف مية تاني وهكمل العجن. وكده العجينة خلصت، وهحط طبق الزيت على الوش عشان ما تنشفش. وبعد ما انا غطيتها وسبتها تتخمر حوالي 2 أو 3 ساعات، بص شكلها بعد ما اتخمرت. العجينة ناجحة وجميلة وطرية، وحجمها كان زايد. هبتدي اخد كور عشان افردها للأرغفة، والعجينة دي هتنفع معاكي في العيش كمان، مش شرط عيش بلحمة، والعيش العادي ممكن تعمليه بنفس العجينة نفس المقادير. هبتدي افرد الكور اللي معايا، oh shit, that's loud. وانا كنت مجهزة خلطة الحواوشي: لحمة وعليها خضرة وطماطم وبصل وتوابل وبهارات وملح وتوم باودر وممكن فلفل اخضر لو عايزة. وهبتدي اوزعها في الرغيف اللي عندي، وهبتدي اقفل النص. بعد ما بخلصها بحاول افرد على السطح بتاعها عشان تتوزع كل اللحمة فيها، وعشان العيش ما يبقاش تخين معايا، ما يبقاش طبق تخين. وهخلص كل الكمية وهدخلها الفرن وارجع لكم تاني. دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، بس في تكاية عايزة اقولك عليها عشان يبقى العيش طري. اول ما يطلع من الفرن عندك بخاخة فيها مية، ترشي عليه رشة بسيطة خالص مية وتستني شوية، هيبقى في منتهى الجمال، أحسن من الجاهز كمان. ويا رب تعجبكم بالهنا والشفا.